للوقوف أكثر أيضا على أسبابه، قالت قيس السعيد رئيسة الوزراء نجلاء بودن وتداعياته معنا هاتفيا من اسطنبول الصحفي والناشط السياسي التونسي زياد بومخلا. مرحبا بكم أستاذ زياد. إذا يعني قيس السعيد قال نجلاء بودن في جنح الليل ونشر هذا القرار على حساب الرئاسة في موقع فيسبوك، هل تصاعدت الخلافات بين سعيد وبودن إلى حد إقالتها بهذه الطريقة؟ هو لا يوجد أصلا يعني خلافات بالمعنى الحقيقي، لأنه بودن كان مجرد موظفة تؤدي ما يطلبها منها رئيس الدولة قيس سعيد، وبالتالي هي كانت حقيقة أقرب إلى المديرة منها إلى رئيسة الحكومة. الكل يعلم أنه منصب رئاسة الحكومة اليوم في تونس منصب شكلي، وحتى عملية التكليف الجديد أكبر دليل على ذلك. يعني بدل أن يعرض رئيس الحكومة الجديد على البرلمان، يتم استدعائه في جنح الظلام في آخر الليل ويؤدي اليمين الدستورية بعد يوم من العطلة البرلمانية، في رسالة واضحة أن هذا البرلمان الجديد الذي جاء عقب الانقلاب لا قيمة له لا دستوريا ولا شرعيا ولا تشريعيا ولا كل المستويات. وبالتالي قصة أنه بودن يعني هناك خلافات بينها وبين الرئيس، هذا يعني بعيد عن الحقيقة. ما السبب إذن؟ ولكن القضية تتعلق بما ذكره تقريركم، أنه هي اليوم استوفت شروط بقائها وحان الوقت لتغييرها لإتيان برئيس حكومة جديد يدشن معه قيس سعيد مرحلة جديدة أو خيارات جديدة في الدولة. هل الأزمة الاقتصادية هل من الممكن أن تكون أحد الأسباب؟ وهل مؤهلات أحمد الحشاني وعلاقاته ستمكنه من إخراج تونس من هذه الأزمة، ولا سيما أن المفاوضات مع صندوق النقد معلقة حتى الآن؟ بالضبط تماما، هو أقرب يعني بودن ذهبت ككبش فداء لمرحلة فشل واضحة في المرحلة السابقة. الآن قيس سعيد كلما وقع في ورطة وكلما ازداد الخناق عليه وكلما بدأت السهام توجه إليه، يعني قام بحدث من هذا النوع حتى يصرف الأنظار والحديث والنقاش حول هذه القضية، وكي يظهر كل مرة كما ذكر تقريركم أنه هو غير مسؤول مباشر عن أزمات البلاد الاقتصادية والاجتماعية وعن فشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيره من القضايا. الحشاني لا يعرف عليه خبرة سياسية ولا يعني إدارية بالمعنى الحقيقي باستثناء دوره في البنك المركزي ووظائفه التي أداها هناك. ما يعرف عنه فقط أنه كان قريبا من قيس سعيد وأنه من مجاله الدراسي الذي هو القانون، وبالتالي هو أقرب للصديق والذي يمكن أن يرعى خيارات رئيس الجمهورية ويتوافق معه بشكل كامل. وبالمحصلة أثبت التجربة أنه لا شخص يستقر بجانب قيس سعيد، كل من عملوا معه وكانوا على وفاق تام أو هكذا يظهر في بداية استلامهم لمهامهم اختلفوا معه بعد ذلك أو لم يجدوا فرصة في أن يكونوا لهم أي دور. وأتوقع أنه مصير الحشاني سيكون مصير بودن ومصير كذلك مديرة الديوان الرئاسي نادي عكاشة التي باتت اليوم من أكثر خصوم قيس سعيد. وبالتالي قيس سعيد الحقيقة شخصية جدلية ولا يمكن العمل معه، وهو يحمل فقط تصورا أحاديا لإدارته للدولة. وقضية الحشاني أنا في تقديري قضية شكلية. اليوم المشكلة الحقيقية في تونس أن هناك رئيس دولة يتفرد بالقرار، يدير الدولة بمنهج أحادي، يغرق الدولة في أزمات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية، يفتح حرب مع الجميع دون مبرر وبمبرر أحيانا. وبالتالي نحن أمام أزمة اسمها رئاسة الجمهورية في تونس اليوم. قصة رئاسة الحكومة والبرلمان أصبحت أو باتت قضايا شكلانية في ظل أزمة حقيقية وواضحة في إدارة الدولة من طرف رئيس الدولة. والأزمة الاقتصادية بالتأكيد مهمة، ولكن الأزمة السياسية المستمرة تؤثر بالأزمة الاقتصادية. إلى أي مدى ما تؤثر هذه الأزمة السياسية عموما في الوضع الاقتصادي في البلاد؟ طبعا تأثيرها مباشر. الاقتصاد بالنهاية هو نتيجة مباشرة للعملية السياسية والاستقرار أي بلد سياسي وجود رؤية سياسية تقود البلاد. اليوم لا توجد رؤية سياسية لقيادة البلاد. قيس سعيد يرفض كل شيء، يرفض التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يتهم الجميع في الداخل وفي الخارج باستهداف تونس، صنع أزمة في علاقة بقضية المهاجرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، أمات وقتل كل الحياة السياسية واستهدف كل المنظومات الحزبية بما فيها التي دعمته في فترة من الفترات.
في مستوى آخر من الأمر، يعني أنهى كل المهام التشريعية والرقابية لمجلس نواب الشعب، وذكرت هذا في بداية كلامي أنه اليوم يتم الموافقة أو يعني تأدية اليمين الدستورية لرئيس حكومة دون أن يعرض على البرلمان، وبالتالي اليوم هناك أزمة سياسية لا شك خلقت أزمة اقتصادية خانقة، أوجدت البلاد في حالة يعني قطيعة مع محيطها، صورة للدولة التونسية مفككة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها، انهيار للدينار التونسي في السوق العالمية، كل هذه أزمات حقيقية وأثرها الأساسي أو سببها الأساسي هو الأزمة السياسية، لأن يعني البلاد لا تدار بشكل تشاركي، تدار بشكل وحادي وفرداني، وفي أقرب للشعبوية المقيتة التي تحاول أن تصور أن الجميع يستهدف رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الجمهورية، وأن الوحيد اليوم الذي يعني يستحوذ على قيم الصلاح والوطنية هو رئيس الجمهورية حصرا، وأنه كل من يخالف رئيس الجمهورية يدخل في الزاوية المقابلة، زاوية الخيانة وضرب المصلحة الوطنية، وبالتالي احنا أزمتنا السياسية أزمة خانقة، وبالتالي لا يتصور أن هذه الأزمة الاقتصادية سيتم حلها بل ستزداد يعني عمقا في المرحلة القادمة، لأن المدخل إصلاح البلاد هو مدخل سياسي بالأساس، وبعد ذلك سيكون من السهولة بمكان أن نعالج أوضاع البلاد الاقتصادية، تونس دولة مقدور عليها في إدارتها، يعني كتلة ديموغرافية ليست بالكثيرة، وهناك موارد معتبرة للدولة التونسية قادرة من خلالها أن تعالج أزمة الاقتصادية. إذا زياد مخلا الصحفي الناشط السياسي التونسي من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.